رجعنا من جديد في زون ميكس والتحقوا بين ضيوفنا اليوم اللاعب الدولي السابق والمدرب كمال زعيم. كمال اهلا بك. مرحبا سلام. مرحبا بالسادة المستمعين. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. نفس السؤال كالعادة. فما حاجة ما فماش؟ ان شاء الله ربي يسهل الوقت. انا نوعدك اي اول ما تبدا فما حاجة نقول لك على الهدية. تال مو مرشتك بيها. ما يسالش خويا. ايضا موجود معنا سي المنجي ابو ابراهيم. شنو احوالك سي المنجي؟ لاباس الحمد لله اخوي اسلام، والحمد لله يا ربي اللي اليوم عندنا اولاد تبارك الله مدربين وكفاءات، ان شاء الله نعرفوا القيمه نتاعهم. جينيراسيون جديده طالعه ما شاء الله. هذه المشكله الكبيره سيكو لا جينيراسيون جديده، ما قاعدين برشا ناس تفكر بافكار اخرى، مش اللي فايت الفرق ولا اللي فايت المدربين، ما يعرفوش اللي المدربين الصغار فريمون عندهم كفاءات كبيره برشا، ونعرفوا قيمتهم في كل. تشوف انت سكولس اسمه سولكير نتاع مانشستر يونايتد، لو سوتيان نيميرو 1 نتاع سولكير هو أليكس فيرغسون اللي انا العب معاه ويعرف شنو هي قيمته. احنا المشكله وين؟ ما نعرفوش الكفاءات وما نعرفوش قيمه المدربين نتاعنا، لان نشوفوا حتى اخونا كمال زعيم كو جابريسي بوكو كو جادمير بوكو ان طونك جور ان طونك بيرسون، وعلى الاخلاق والتربيه. تشوف لي ريزولتا اللي عملها مع بن قردان، نورمالمون لوجيكمون تعمل ثم اون برولونغاسيون سور لو لون تيرم، ما صارش. ونتمنى فريمون كل الخير للمدربين هذوما، لان عندهم كفاءات اليوم ما يعرفوش اللي ثم ظروف عائليه قاعدين يعانيوا. انت مدرب كي يمشي يراني في بن قردان يخلي عائلته في تونس، واللي يمشي يراني في مدنين يخلي عائلته في تونس، اللي انا يعرف اللي هو ماهوش ستابل، ما فماش استقرار باش ينجم يهز عائلته ويستقر في على مشروع رياضي نتاع سنتين ولا ثلاثه سنوات. والشيء هذا ان شاء الله يقف الشيء هذا، لان نعطيه قيمه لاولادنا والمدربين نتاعنا اللي هما كفاءاتهم احسن من برشا مدربين جاوا لتونس ويندعيوا برواحهم هما مدربين، اما كفاءات نعرفوا قيمه المدرب التونسي. تشوف شنو اللي يصير في الكره التونسيه. اتحاد بن قردان اللي حكيت عليه يلعب اليوم مقابله مهمه جدا، اياب الدور الاول في كاس الكاف ضد نادي الشرطه من النيجر. بالتوفيق ان شاء الله. الماتش يبدا 4:30. بالتوفيق اتحاد بن قردان. خلاص لك انت زيد سي المنجي، معاش لو كان تسمح لي كنا حكينا قبل في الاوف، قلت نحب نرجع للدومين نتاعك اللي هو اعمال اللاعبين. مازال موجود هذا ولا بطل؟ نقول لك حاجه، انا راهو كان نعطيك الليست نتاع جوارات نتحدى جوار ما نجحش وانا تلهيت به. علاش؟ نتلهاش به كم لاعب بركه، نتلهى به سور لي زاكوتي الكل، لان الاكسبيريونس اللي عندي انا حاجه مهمه برشا اللي يلزمنا نقولوا للملاعبي. ما يلزمكش تنسى اصلك، ما يلزمكش تنسى منين انت جيت، ونعطيه كل شيء. انا نعطيك ان سكوب، مره جوار باش يصح في كيب كبيره في اوروبا ومازلنا قاعدين، وحب يشري كهرباء ضخمه، قال لي باش نشري كهرباء ضخمه، هزيت روحي وروحت. هي عطني سكوب كامل. لا 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 شو حب حسيلو، زوجته كانت موجوده وقلت له فريمون معناها، وعطيته ان اكزامبل على ميدو وقت اللي مشى لاجاكس وهز باش يدخل كهرباء كبيره ضخمه، قالوا له راه ما عندناش باركينج للسيارات هذوما. قلت له برا امبوست توا دابور سور لو تيران، ومن بعد اشري ابارتومون ولا دبر راسك وتو تشوف، خاطر الكهرباء كي تخرج من كراج تطيح 20% دو سا. حسيلو الحق الحمد لله سمع الكلام وشرى دار. لولا الدار هذه اللي شراها لكانت الظروف نتاعو الماديه يعلم ربي. اي ما جاوبتنيش باش ترجع ولا شنو؟ لا اجي نقول لك قاعد نخمم فيه، لان عقليه نتاع الملاعبيه اليوم ثم لونتوراج نتاع الملاعبيه والمدربين، ويعرف خويا كمال اللي قاعدين يعانيوا في برشا حاجات، لان المدرب اليوم يعطي ان بروجرام وتجي لونتوراج اللي يحبوا على الانتيري نتاعهم قبل كل شيء. حاجة أخرى اللي اليوم الملاعبي النادي يلزم لاجون يخمم في مصلحة النادي ساعة ومصلحة اللاعب ومصلحته هو المنجي. ماهيش مشي لا ان شاء الله جاوبني لا ان شاء الله. اجي نقول لك حبيت، اما انت والعقليه، لان انا ما ننصحش اللاعب لاعبي ككره بركه. انا وقفت مع برشا ملاعبيه، انا زيد الجزيري وقت اللي شفته لعب هنا مع نجم الرياضي الساحلي ضد الترجي الرياضي التونسي، كان تشوفك الفينال 3-2 في رادس، تخلى ربع ساعه الاخرانيه كانت تفكر، وعنده فريمون ظروفه صعبه. وعندنا 2004 انا نخمم على برشا اشياء. 2004 عندنا الكوب دافريك، انا كلمت سي عثمان جنايح ونجم بي بوفو كونفيرمي ساعه حتى زياد، قلت له باش نهزوا لسويسرا نداويه، لان مصلحه تونس فوق كل شيء. قال لي عندنا احنا في تونس معناها اطباء. قلت له لا، في سويسرا احسن، يعني خاطر اللي داوى زيدان وسوني اندرسون نعرفوا طبيب وكل شيء. وقال لي ذكي برشا اللاعب هذا زياد الجزيري، لان يلعب يكونتي بيفورك ويحس اون دولور يرجع. يا اخي زياد قالها لي
لي بالعربي ولا عندي كتاب في سويسرا قال لي ما فكاه الطبيب هذا عايش معايا ولا مش عايش معايا. مش مشكل انا لمصلحه تونس، لكن نقول تو سامبلومون اذا كان ترجع مع ملاعبيه، عندنا ملاعبيه مي راهو باش تقعد تعاني في اللونتوراج نتاع الملاعبيه. انا كي قلت كلمه بحذاك خويا اسلام قلت لك راهو عندنا 100,000 ولد صغير قاعدين يغادروا الدراسه لان عندهم يراو في اولادهم العائلات ميزاب نتاع فلوس. هي هذيك اكبر غلطه. اليوم ثم في 10 سنين 1,100,000 بيرسون. موضوع كبير هذا ايضا موجود بحضرنا زميلتنا نعيمه ساسي. رحب بيك من قناه حنا بعد. نعيمه شنو احوالك؟ مرحبا بيك اسلام ومرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف. عايشك. شنو احوالك؟ شنو امور حنا بعد خويا؟ الحمد لله سافا. خليتوا علينا بلاصه راهو في سبور. سافا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نرجع قريب ونرجعوا ان شاء الله. والله ماك تعرف راهو الخواص بصفه عامه عندهم مشكله كبيره هي لي سبونسور. يعني باش تحاول انك تقنع سبونسور باش تعمل برنامج وكل شيء مش بالسهل حاليا، فهمت؟ مع ظروف البلاد مع اللي صاير كل شيء بعد الثورة تبدلت برشا حاجات، سورتو لي سبونسور ما عادش يميزيو برشا على الكورة، يميزيو على حاجات أخرين، لي زيميسيون تاع الشو، لي زيميسيون تاع الديفيرتيسمون أكثر منها كورة، إن شاء الله إن شاء الله. معناها مش واضح حتى شيء لحد الآن. مش واضح حتى شيء، إن شاء الله مع رجوع البطولة بالك فما تكون موجودة حاجة يعني. إن شاء الله. والله يا خويا إسلام نحب نحكي على نعيمة فريمون طفلة كيما نقول لك سي لارجون لونير دو لا غير، لا فام لونير دو لا بي. فريمون طفله اكسبسيونيل. عملنا ديزانترفيو برشا ديزانترفيو مع بعضنا وكل شيء، منهم انترفيو وقتها باش نوريك اللي الكوره ما فيهاش حقيقه. انت مدرب كي يجيب لك جوارات هو يتحمل مسؤوليته على لا مش انت فولي امبوزي دي جوار ومن بعد النتائج ما تمشيش، المدرب هو اللي يتحمل المسؤوليه. وقت انا واختي نعيمه كانت تفكر وقتها في اونتيتاتيت نحكيه في اون ديريكت، قالت لي السيابي، قلت لها السيابي اذا كان ترجع للبسيري باش تلعب في الملعب البسيري راهو انهم بلو لي بوان دو روبير كيما توا في العاليه، وراهو باش تصير لهم مشاكل كبيره برشا في النتائج. وشفنا اليوم النادي البنزرتي شنو اللي عانى. كوم كوا يا با دو فيريتي في الفوتبول، لو بلوز امبورتون هو الملعب والتيران. ونشكر نعيمه فريمون اللي سي اون فام اكسبسيونيل بالتواضع بالاخلاق وبالبروفيسيوناليزم اللي عندها. ما عندناش برشا نساء او نيفو سبورتيف باش يعملوا الشيء اللي عملته نعيمه. اكيد. باهي خلينا نرجعوا للمقابله، نحكي عن مقابله اليوم اللي تهمنا، مقابله نهائي السوبر كوب بين ترجي والاتحاد المنستيري. خلينا ناخذ كلمه الساعه عامه وبعد ندخلوا في التفاصيل. كمال كيفاش تشوف الماتش او الماتش في السيزون ماتش سوبر كوب ساعه مهم اللقب هذا؟ برومي ماتش في السيزون شوف مانيش نشوفوا مباراة كبيرة، ما نصورش على خاطر نافي با دريتم ما فماش نسق أول مباراة، كل فريق باش يبدا يلوج على الإيدونتيتي نتاعو، كل مدرب باش يحاول يشوف الخدمة اللي خدمها بالأسابيع اللي تعدات هذه الكل باش يشوفها يحب يشوفها في المباراة نتاع اليوم. بون نتيجة صحيح مهمة خاطر أبريتو سي أن تيتر لقب هذا ينضاف على كوسوسوا للسبيرونس ولا كوسوسوا للمستير. دونك باش نكتشفوا برشا حاجات اللي العباد كلها قاعده تستنى فيها، كيف كيما الاتحاد المنستيري كيما الترجي الرياضي التونسي، زوز فرق قاموا بانتدابات، زوز فرق قاعدين يلوجوا على اللعب نتاعهم، قاعدين يلوجوا على الاستراتيجيه اللي باش يدخلوا بها البطوله. دونك بوتيتر انا بالنسبه لي انا نتصور اللي مش باش تكون مباراه كبيره على قد ما تكون كل فريق باش يحاول يلوج على الطابع نتاعو، على كل مدرب باش يحاول يلوج الطابع نتاعو اللي خدمه طيله الاسابيع هذيا الكل، بالمباريات الوديه الاسبي تكتيك اللي باش يخدمه طيله الاسابيع هذيا الكل. دونك سي ان تيست بور لي دو كلوب. نيو لوك نعيمه في زوز فرق تقريبا بالمدربين بالملاعبيه كيفاش تشوف الماتش اليوم؟ والله بون الترجي الرياضي الاتحاد المنستيري كي تجي تشوف الماتش معناها اون بيل افيش، فهمتني؟ معروف انه بين المستير والترجي ديما تكون مباراه مزيانه، ديما تكون مباراه حلوه، ريفاليتي كبيره بيناتهم. ديجا ديغنييغمون صارت مباراه الكاس اللي كانت ربحت فيها الاتحاد المنستيري، معناها غوفونش بالنسبه لاسبيرونس خاطر نعرفوا اللي صار في المباراه هذيك وحكايه الكورونا وكذا، تقول فما روفونش بالنسبه للترجي الرياضي. لكن كما قال الهادي يعني بدايه موسم ما تعرفش كيف هذه شنو عندها، مراد العقبي شنو عنده، رادي جعيدي كيف صحيح فما مباريات نتاع وديه صارت في التحضيرات، لكن ما تنجمش تعرف ليكيب في التحضيرات بدايه سيزون.
اكتشاف يعني باش نكتشفوا الاتحاد المنسيري اللي خرجوا منهم لاعبيه زياد المشموم الياس جلاسي ديغنييرمون الياس جلاسي اللي في العامين الاخرانيين تقريبا لعب الاتحاد المنسيري تبني الكل على الياس جلاسي معناها اسكو فما الروليف نتاعو اسكو فما البديل نتاع الياس جلاسي في الاتحاد المنسيري اليوم الترجي الرياضي كيف كيف برشا ملاعبيه خرجت بو سكوليت كامله موجوده لكن اسكو رادي جعادي كيفاش شنو التكتيك نتاعو شنو الخطط نتاعو شنو جاب من 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 انجلترا خاطر كيما نعرفوا اسلام انه اللي تعلم الكره البرة واللي يقراها البرة مش كيف اللي يتعلم في تونس راه فما برشا حاجات تنجم تقراها وتتعلمها لكن كي تجي تطبقها على ارض الواقع ما تنجمش تكون كيما قريتها وكيما تعلمت معناها ان شاء الله الحقيقه وقت اللي تبدا الماتشوات الصحيحه ما توجعش من بعد انا ما نعرفش عندي شويه خوف من 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 المستقبل نتاع الترجي بالنسبه هني انا نخاف منهم راه اللي تعلموا في الخارج البرة صعيب شويه انك تاقلم الجو نتاعك والتكتيك نتاعك واحد اخر لسعد جرده نجح في تونس مثلا مش كيف لسعد جرده وقتاش راه انا بالنسبه لي انا التجربه نتاع لسعد جرده مش كيما التجربه نتاع رادي جعادي فما فرق كبير اول حاجه لسعد جرده راه كي جاء للاتحاد المنسيري نجم نقولوا راه ليكيب حاضره راه لسعد الدريدي نعرفوا لي خلى ايكيب تقريبا كان ما خرجش منها حتى ملاعبي هكا ولا لا معناها وقت اللي جاء لسعد فما موجوده ايكيب فما ملاعبيه ما خرجوش فما ملاعبيه يعني ليكيب موجوده اللعب نتاعها موجود الملاعب هذاك يقرا الملاعب هذاك الملاعب هذاك يعرف كيفاش صاحبه كيفاش يلعب يعرف هذاك كيفاش يتبلاس يديبلاسي هذا هو بالنسبه للرادي مش كيف كيف يعني ان شاء الله ما يلقاش